لا ابي اسلم عليك. اي من هو؟ شفتك حذفت شيء. انت خسرته. إيه سجن ما عاد فيه سجن. خسرت الله. ما عاد فيه سجن. ما عاد فيه. لا سمع طلبناه. ها شفت؟ اسوي مسيات. شغل الدخليات خربيط هذا ما فيه. شو بتسوي؟ ليه ما في دخولية؟ دخولية واحدة بس. وش عبارة وش ولا شيء قوي؟ شيء قوي يمكن. ها أمسية. ضحك تقليد لهجة أضبطهم أخليهم ينبسطون يا كلهم. ترى الحسب المعاونين بعد. ضبطك. في معاون عارفة حد الحبايب. عارفة. زايد. لا. الله يقطع بيسك. أنا أدري به تحت أكثر منك. يا الله. تعال والله الأسبوع ذا. والله لا تفهم معك هذا. هذا وش؟ يقول بس راح ضل شيخاتك. ها؟ هذا. منو؟ والله يقويه يستاهل ابو محمد. والله عباس ما ادري جاني الفكر ذا ما ادري كيف. طيب على الانظام انك بتاخذها يعني ترى قدامك ناس اقوياء انت فيك يعني ناس على عيني وعلى راسي. انا اقول اذا خذيتها اذا خذوها الله يوفقهم والافكار ابدا الافكار اللي فكرتها انا ويبونها ياخذونها عادي. بعطيهم انا افكار بس انا اذا خذيتها. سبع افكار سويتها اقسم بالله قبل ما ينبسطون شوفوا تنبسطون انتم. بس انت بنت بتركض ولا يصير لك شيء. ترى دائما الشيخ تجي اصابات وبرايم. ايه وبرايم واخر برايم. يا هاي ترى افكاري ما هي ب ما هي حركية كلها امسيات شعر. لا لا في امسية والله يقول امسيات شعر في ليله امسية مو بشعر. تدري بيعطيك معلومة كل واحد حقه عباس وش عباس يقول قهجاوي يضحك اعطي حقه. بيعطيك معلومة انا وعباس انك ما بقول الشعار اثنين في هالنسخة نفس عفان. تركت نفس عفان الحين اشعار النسخة انت والله والله اني صادق والله انت تنافس طلعوا شعار ما بقى انت وانت وعفان. خله وانا خلي انا من يوم دخلت البرنامج وانا ما لوس جلست يوم دخلت البرنامج قلت انا شعار ولا تهمني شيء. احنا نعرف انك ما شاء الله ما ولا دخل انيف ولا مليف لكن ترى والله خل اي ذي ما دخل اي جلست ما هي ضرتك ما ضرتكم ترى نحسس يا افهم والله نحسس ما ضرتكم ممكن نحسس شوي تقول فيني جرب اقعد اضحك حق جا جرب حلها في حلها ما ادري والله لا فجر راسك انا والله لو انا وقفت انت الحاج يا تدقز على يا عيال بالله فكون والله اني صادق تكلمها علومك ريان علومي لا الفخت وراك تخسرهم خسر من هذا ما يعرف يسوي شاي عشان الا والله ما يعرف يسوي شاي ولد والله خليني حلف ما تذوق الشاي لا لا تاك وجع اخلاق قال ايش كانت طبختكم ايش كانت؟ كانت طبختنا كانت سم وكلتوه ومتوا تستقبلون انتوا اكلها ابو خد والله انا لك اخذ اليوم بس ما جا الشيء ها ما جا الشيء ما جا الشيء والله انت يا عيال اعترف لكم اعتراف ها نعرف ايش بك ذا ابشر السعد ابو حمد يا رجال انت ما ادري كيف تلبس مايك يا ولد عباس عاين عويذ الله مين شرك عاين ايش هذه صدق هذول جدول علي امس منو هذولي رجال انت كلين جدول لا والله راقد جايب لي ملك اسمه انه ملك الموت وخالد نايم وكاد يجي هنا عزوز قلنا له زي كذا هو نايم الحين سبع نومه ونيجي شك خفت انت اسمع قلنا انا ملك الموت ويصحى يطالع وانا مقرب لكم ملك الغرفه ظل وانا اقول ملك الموت والله علي اذي والله يا خله انا احس اني في حلم يا ولد روحي الله يقطعهم وانا حسيت بالموت ابي والله جات حياتي كلها اللي سويتها يشتغل هنا ايش سويت؟ والله لا يكون مخوف ثوبك علي تعال تعال عباس والله هذه مني حسيت باشياء قويه اه شغل والله انا قمت من النوم اسال رياق وانت مسوي فيني شيء طلع هو عزوز مسوي فيني مقرب ملك الموت والله مخوف خلاص خليني اجيب الثاني شفت الموت في ذمتي اتقل له اي والله اتقل له من بعض المسميات ما له دخل مسميات ترى تقول نواف منصور حضرك بلا شر ترى تقول مدري من سوي لك زي كذا يا محمد واحد ثلاثة ان شاء الله متى مثل ريال سويتوها متى؟ والله يا حبيبي ما معي جوال عشان اشوف الوقت لا يعني تقريبا في ساعة عند فوق في ساعة الساعة اللي فوق ما هي موقتة الا زينة اخوي لازم يطلعك كذاب يا اخي انت العيب ليه؟ يا المقلب والله عجبني يعرف يراوغ ايه روغات عنده ترى قوية انا والله من يوم شفت تيشيرتك الاحمر وانا غاز والله انه زين اضحك بارك له بارك له هلا بارك لي بارك له كل هالمبروك تدري ليش لابس احمر؟ انا بذب يا فرنتاي تدري ليش لابس احمر؟ اصبر خلي تدري ليش لابس احمر؟ إيه؟ يحسبك ثور يا ثور يا ثور هم قابلك الحين هم قابلك انا من الجمهور
الثور مبسوط انا يس بيك ايش تقول روح انطحه روح يلا انطحه وانت ايه خالد بالله هذه سالفه بالله هذه سالفه والله اضحك حلوه يا اخوي جاي خالد طقين عليك تحت البث ما راقد انا خالد المتاهلين ذول هذول نفسيات والله لكم نفسيات والله والله تدري ايش تعجبه شريت الفهودي لا مثلا ولدي شريت الحمودي سريلاك 12 ريال تشتري ولدك سريلاك انت صد ولد لقيت تبي تلفت انتباهه ها يا ولد اعرف لك سوق خضره يبيع بالجمله عندنا مزرعه نزرعه اعرف لك واحد يسدد ديون ما عندي ديون هذا نوعيته يسلف ترى هذا يسلف يدين الناس احنا مشكلتنا يا خالد الروقي تدري وش هو انه نعطي الناس فوق حجمه اي والله هم والله ما عندهم ما عنده جدة والله جدة الا وراء عندهم صادق صادق فقراء لله اي كلنا فقراء الحمد لله كلنا لكن في ناس ايش فيهم؟ ناس استرينا عليهم ما يرتاح لان يزعزع الامن ويزعزع الاوضاع داخل قريه من هو ذا؟ لا ذاك شبه اعرف انه بيجيبها مطمه عباس يا شيخ والله العظيم ولا اقول لك شف اقول لك انت انسان الصراحه انت من الناس الاغبياء اللي واجهتهم في حياتي الاقوياء الاغبياء لا الاقوياء انت على بالك ممدحك ابتسمت يا اخي انت مشكلتك حاجه واحده انك حبيب يا اخي الله يسلمك يا اخي احلى ليش يا شيخ هذا حقتك هذا حقتك نظاره خالد الروقي كانه ثور كاشخ قسم بالله تقول مندوب جاهز هذا حقت حاتم التيشيرت ذا ها حقت حاتم حقت حاتم التيشيرت حق حاتم عفس ابو الجمله والسروال حق من السروال ظهرنا لك قبل بس قبل توقف ناخذه انا تدري شو المشكله سهر قمنا قبل توقف والله اخذها لحد انا سين سؤال ملابسك وين تودي اي خزانه انا موجود اخوي روح لخزانتك ما لقيت غير ذا التيشيرت وديها المغسله كلهم وديها المغسله كلهم يا رجال حينا المغسله والله انا كل المغسله والله انك مغيره خزانه مسوي والله ايه هباس ايش تسوي خزانه تحط فيها اخس تيشيرتات تيشيرت حلو تيشيرت ذا حلو طيب عليك حلو هذا حلو والله حلو علم خليني اكمل لك هذي 3-2 كذا بس عن قولك ولا الخزانه الاساسيه حقت تلقاها مليان من ملذ وطب حتى لك تلقى فيها والله العظيم اذن ما صدق ما تعطينا انت اكثر اد تاك تيشيرتات من خبر تشيرتات جدا واجدة اليوم لا اسبوع ايه. الكلام تدري ويش؟ عزوز اخذ الخزانة اللي فيها قفل يا حظه حط اغراضه حد يا حظه يا حظه ليه نكسر الخزانة ما ابغى تكسر انا كسرها قبل يومين قبل اسبوع جوينا هباس مرة في الغرفة قال وياقتها قال قطبع كذا بس قطبع كذا بس يده صعيبي قال كذا بس قال اربع خزاين ورا بعضها والله العظيم اليوم انغبنت ليه طيب؟ نظرت وش بحط اطلع حارتي فيه الا اربع دواليب وبقسها وش بصبك فيها؟ خامسه والله انها قالت اطبع 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 كنت تمسحون تحت البث بس انا عرفت تدري ايش نظامه؟ انطح الصوت بالصوت لا والله ما يذل يا انا تعبت قلت اسكت سكت والله ما يذل التفت للدولاب ثم بقسته انا ترمي كسر خاطري حاتم ليه؟ قام يجمع اغراضه والله اللي راح يجمع معه ناظر قلت من المتهاوش هنا قلت لا بس مكيف اشتغل بسرعه وطاق تو قايم هو ايه ايه والطاقم القوي كان موجود ترى كانت النسخه على لا واجد النسخه كانت الطاقم اللي في الاداره القوي ايوه النسخه كانت كامله الخزائن ما كانت قليله مثل كذا والله اني اذكرهم صفصفه تخبرونا انتم كانت كذا على الجدار وبنص الزبده ما ادري كيف كنا نرقد الصد اي والله والله ما ادري كيف كنا نرقد انا كنت ارقد بين الدولابين حسيت اني شنطه يا الغابنه هن اللي انا مغبون تدري وش على اني مختار سرير اخر الناس اي مستسيل في حباس ناس كان سريرك زين انت والله والله كان سرير شيء وين كان؟ عند دولابي دولابك وين؟ الجديد صادنا عنا كلنا جاسم جاي بين الدولي كنت منبوذ وقتها كان مسابقه خفي اي صح بس انت كنا مدنيين اقول لك متسابق قوي مدنيين عظيم كنت ارقد العالي وناظر فيه ذيك الايام تمنيت اني مهرب جوال ذيك الايام ماني بناسيها يووو ايش ذنب طقت نفسيته والله لو غيري يا ابو علي لو غيري والله طقت جيب اسطوانه
والله وش؟ والله لو غيري معتذر والله. والله طقت نفسيته حتى برا برا يقول له هباس ابى اصارحك في شيء. يعني ها؟ للامانه للامانه. انا من البدايه مو هو ماني مرتاح لك. لا بس يا اخوي تعرف اللي يا شيخ اشوفك يا اخوي والله صحيح. تهذري بلبث ولا دخلنا نمت على طول. من هو؟ اي كان ما يحتك مع احد. يا ابوي ما احد يبي. لا ترى قدم من البدايه الاسبوع الاول يسوي فقرات ويقدم بس ما يدخل واجد معي صح؟ لا والله اكثر واحد يسوي فقرات نوف اكلمي. لا هذا يسوي اكثر واحد كان يسوي والله انه انا هباس يا ابوي اول اسبوع اكثر واحد يسوي لدرجه يعطينا فقرات من كثر فقراته انت اي والله سبحان مغير الاحوال بعد يوم طلعت ريحه متسابقه خفي ما حد يبي مني لا فقره ولا حد يبي ولا حد يبي مني شيء ظلمك الرجالي والله استرانوا عليه في ريال شيقول يقول متسابق خفي اللي كانوا موجود هناك يعطونه راتب كم انا شو يقول كان يعطونه راتب كم كان راتبك كم كان راتبك تراوح من 5500 بس والبونص والله زين اصير متسابق خفي الحين عملت على ريان بالله السلطان ازهى ما خليه يجيب اسطوانه يا عيال اعطست خليه يجيب اسطوانه هذه اسطوانه الكفر اسطوانه الغاز فاضيه بالله يا بس يا حيوان يا غبي طس عني شنو رعانك يا ابراهيم خلاص بالله خليه يطس عطس يا روح شع انقله يا روح خالد عود لا كانه مش مر ريحته لا والله طلعت ريحته كانه تونه تونه حلوه هاي الوسخ يا بس انقلع بس يا بس يا عيال يا عيال والله يا بس انقلع 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 روح روح روحي خلاص يا ولد اشغلت انا يا ولد انت اصلا تص خله يا ابن حرام خله امشي لا خنك لبيه يا عيوني لا انا ضبطه والله من اليوم احتري حبيبي انا قايل زاي تجيبه توقع الله قبست قبست شوف شوف جاء 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 انا بقوم والله بقوم والله بقوم والله بقوم والله روح 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 شكرا ما يمشي الا بالتسطيح انقلع عني هنا انقلع سكر الباب سكر يا غبي خالد اعذرني تراها بتقبع اتاكد ما في شيء لا لا خلاص راحت جيبها 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 والله ماني حيله دفدفها دفدفها انت ما تجيبها شريت ليل الهوى طار بان يا عيال لازم نجيب ذي سيراميكا قطعه سيراميك اسمع خد خد اسطوانه اسطوانه دربها دربها معك لا اللي ورا ما في ورا شيء طيب يعني ما في غير ذي مخاوي بسلسه يعني بسلسه والله ذبحنا ارحب هلا والله ها اخبارك تروسني تروس اللي ترمسني ترمسني رمسني رمسك يا لا ترمسني ما رمسك ايش يعني ليش تسوي انت ترمسني ما ادري يعني اضربني تتكلم امانه ايه عطني العصا خالد من مفقع وجهك انا مسكر ودردوب كذا الباب ايه اخو العيال انت يوك وشو اي والله شوف عيني انا شفت كذا ابي افتح الباب فتحته وصقعت سيارة سلامات بغيت تحل عليها بنت اللي جبتها ها الشنطه يوم قفلت عليه لا انا اقول لك معه هو حظه بالسيارات ماشي هي بنت لي صح اي عباس بس البنت اللي نوع ثاني عباس بيضه صغيره تجي كذا يعني هاي هي كانت من قبل اليوم الوطني ولا بعده عشان جايز التصريح ريال ريال والله بقول بعدها يا ربع اسمعوا 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 يا ربع اسمع اسمع انا اول مره في حياتي اول مره في حياتي كلها اشوف رجال مثلا يبتي دمه ويبتسم هذا ايش سمى ها واحد دموع الفرح واحد دموع الفرح والله ماني مثلك يا البكايه يبكي يطلع شفت انا يبكي من مشاعر ولد شفت ابو فكري وقال بروح البقاله وارجع بكى
طب انت امس سمعت انت امس ها؟ امس سمعت تجي لا تطلع والله لازم يا اخوي المشاعر لها وقت ما على كل دقيقه حولي طاري مليون ابرك ارحب يا ابو فكري يا مرحبا ابو فكري احسن واحد هنا يا مرحبا يا لبها الابتسامه يا ابو فكري انا فدالك شوف كيف يمشي انا فدالك ورب الكعبه انك اسطوره يجيب بغيص قعبل تكون بهشام يو ذاك رايت سبيد ذاك يقول ها ايش تبغى ايش تبغى ما هو ما هو ما تجدي الباب تبي تطرح لا لا ايش تبغى اما كيف شغال ولا لا اوه اذكر يوم كنت اطرب الجوال كنت اقول انا استاذنت من محمد عيسى عطني جوالك استاذنت استاذنت ايش جوالك كانت عنده ايه كانت عند بني يعني يا خالد خالد ترك معي والله ما ادري والله والله بنفس النسخه في ذمتي ما كنت ادري كان يقول تدري وشو كان يقول ايش تبي ايش تبي استاذنت محمد عيسى استاذنت اقول هي دقيقه يدق محمد عيسى محمد عيسى يعطيني سيفون انا مكلمه قبل البث قال لي خلاص بعد البث بعد البث روح شعب علي ثم مره دقيقه يا ابو عيسى امسك بس انت يا ريان اعطيني جوالي يلا ايام الياسم كانت بالمواقف اللي هنا دق لها سلف وامشي كانت ايام حلوه يا ابو بشير خالد خالد المنظر ذا وشو وشو البرتقالي ذا ما هم اللي وراها عيال خالد خالد ود هناك هناك هذا لا تجيبه لي ود لا وش وش هذا ود كيف تبي تسوي ايه غاز انت عندك غاز يا كريم ولد تعجبني دراسته على بابك يا كريم قول لمحمد يجيب التمر ها وينه قول لمحمد محمد هذا احس نهايه النسخه شو انا اعرفه زين عندي احساس نهايه النسخه يطلع محمد يقول هي استب انت وياه تراني والله فاهم لك عدك انت وياك وفاهم طقطقتك ولا والله لدق وجهك يا كريم ما اشتاكل يا كريم والله انت صطيف والله انت صطيف في ذمة انه صطيف محمد محمد عدي يا ابن عمي قلت لك من عند الايجار محمد تحت الكاميرات عدي لا انت ما تعديش باقة باقة تخليك مكانه باقة 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 بالصعيد باقة باقة يا عمي يا كلب لي بوابة ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي نعيما يا حل لا رايح متظبط محلق في المزحميه وسايبنا هنا لله لا مره جاب لنا الجري ماشي اي والله عايزي ماشي وحنكتر محاش والله بس اسمع لا تجيب لنا الجري الطوال هذراك ما تقبلناش التبخي ذاك ثلاثه ثلاثه اربعه رحله الودان ايش ايش اي جيب ثلاثه اجل نطلع من القريه نحلق لا لا انا بدي لك فكره اهم اديك وش تحلق وترجع تردعني محمد تمر يا عم تجيب الحلاق ولا الحلاق هي واحده من الاثنين جوا سلام يا ريس ما ادري قول طيب خليك انت بتجيب لنا حلاقين عشان تحلقوا ثلاثه اما دقيقه يعني انت لك وجهين قفطتك قفطتك يا ابو وجهين انا اللي كنت اقصدك طلعت يا ابو وجهين نكيله تحت البث يا اخي الحين لا يا اخي انت وضحته مصلعه تقول 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 اعطيك وجهي يعني وجهك الثاني وجود ايه عرفتك زين يا ابو بس الثاني ترى املط عرفتك زين على الحبلين ممثل حب يا ابو وجهين عرفتك زين انت مو مال حب يا ابو وجهين لا 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 هي حزينه انت خليتها فريحيه فريحيه صد والله طبعا فنانين هم ادرى ترى اسمع مع خيزران تحداك اذا ما تعرفها عود علي يرجوك لحن عود علي عود علي يرجوك تحداك انت ما تعرفها عود علي يرجوك عيوني اليوم ليه الجبال خالد خالد لا منيف خالد خالد منيف اخمشي ايش كومك منيف خالد منيف خالد ليه هالجفان ترى عبد العزيز يشوف انا اخوك يا اخي ريان فنان مليون مره انا اقول لكم ريان البلوي فنان انا امشي على خطاك طالع عمرك يا فنان ذويق ترى ترى ذويق اي والله ابعدها على هذه ابعدها ما يسمع اي شيء ما والله ما ياكل اي شيء ما يجلس مع اي شخص يا اخوي سبحان الله من عاشر قوم 40 يوم صار من انت والله العظيم لا اخليك ابيض والله من الخريع على خلي حتى شعرك يقلب ابيض بالعافيه صدق يا عيال انا فوق الخمول اللي جاني خمل بي ها
قل كذا كان فيك خمول والله نفس الشيء ما شاء الله عود علي رجوك ريان شيك خمول يا سوسي يا عيال لحظة خذ الرقم ما يستحي اقول له شيلها هناك وحطها هنا البساس حقات صايرين ما يستحي شيء تسدحين قدامه ولا تسدحت وياه تسدح عندي هنا كم على على مسوي عني اسد قم يا ورع ورع انزل يا ورع ايه شوف انا بديك بالهدا اتحدى يا لوسي جات ريان ايوه ولد يعني خالد قال لوسي خالد اقول لك شله على يبي يضرب على ذا وتحطها في المزروع ارفل انت اهم شيء خش ابو جديع على الله يهينك ابو جديع يعني ما نختلف انت حيوان اوكي وانا انسان ليش يا غبي تقفي وانا اقفي أصدمت بها واحد وش هي؟ وانا بين جدران بالله انا احب عيال اشوف القهوه يتسوى الصدق اذا تسمحوا لي خالد اسمع لي لا ما يسمح ولا تعال جنبي هنا لا 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 كذا قلت الاماكن يعني انا اشوف احب اشوف القهوه ما عليك امورك طيبه في الشحن امورك طيبه يا ولد تسامج